يسعد مساكم، اليوم رح نحضر معكم أشهى وأسرع حلا ممكن تعملوه. حلا صحون شعرية بطعم رائع، يعني من زمان تقريبا أكلة قديمة والكل بحبها. واليوم رح أعرض لكم طريقة العمل. أول إشي رح أحضر ملعقتين كبار من الزيت النباتي، وراح أضيف عليهم باكيت شعرية وأقلبهم على النار. طبعا لازم تتحمص معنا وتاخد اللون الذهبي هيك زي ما انتو شايفين. وراح اضيف على الشعرية 3 أكواب مي، وبعدين راح اضيف كوب سكر وراح اقلبها كتير منيح حتى يذوب السكر معي. طبعا لما يغلي معي بهذا الشكل رح اضيف عليه 3 ملاعق كبار من ماء الورد او ماء الزهر حسب ايش متوفر عندكم. ورح اغطي الحلى واتركه على نار هادية لمدة 12 دقيقة تقريبا. وهيك لما يستوي معنا ويجهز معنا رح أطفي النار عليه. ورح أسكب الشعرية بصحون التقديم. وبعد هيك رح ازين الشعرية بالقرفة والفستق الحلبي، طبعا اختياري ايش فيكم بتحبوا فيكم تضيفوا. وهيك جهز معي اطيب واسرع حلا ممكن تعملوه. بتمنى انكم تجربوها وتحكوا لنا رأيكم، والف صحة وهنا.